أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب، نرحب بكم في سلسلة ندواتنا التعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي التجاري مادة محاسبة المنشآت المالية. أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب، نتيجة لتطور الأعمال الصناعية والتجارية والصناعية والزراعية في مختلف الفعاليات، كان لابد من مكان لحفظ الأموال الناتجة عن هذه الأعمال وتسوية الالتزامات وتحصيل الحقوق الناشئة عن هذه الفعاليات بطرق عصرية وتكاليف بسيطة. لذلك قامت هذه المصارف بهذه الأعمال وبتقديم خدماتها عن طريق فتح حسابات جارية للأشخاص الذين يقومون بهذه الفعاليات أو بشكل ودائع تحدد مواعيد استحقاقها من قبل أصحابها، ولا يحق سحبها إلا في نهاية المدة المتفق عليها. ندوتنا اليوم مخصصة لبحث الحسابات الجارية والودائع القسم الثاني أو بالنسبة لتحصيل الفوائد. بداية نرحب بضيوفنا الأكارم، الأستاذ خالد العسروسي. أهلا أهلا أستاذ وسهلا. خالد. أهلا وسهلا. أستاذ ماهر النم. أهلا أستاذ ماهر. أبنائي الطلاب، يمكنكم التواصل معنا على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أستاذ خالد نبدأ معك، أو أستاذ ماهر نبدأ معك. ما تحدثنا في الندوة السابقة، كان في الندوة السابقة عن حساب نفس البحث حسابات الجارية والودائع، تمام، الطرق عمليات الإيداع وعمليات السحب. الآن بالنسبة لمعالجة الفوائد، نبدأ بودائع لأجل. قبل أن نتحدث عن الفوائد، ماذا نعني بودائع لأجل؟ طبعا بالبداية أرجو لطلابنا عام جديد وكل عام والمشاهدين بخير، وطلابنا بالأعزاء بألف خير، وأرجو أن يكون هذا العام بداية للتحصيل الجيد. طبعا استكمالا لندوتنا السابقة، كما ذكرت حضرتك، بحثنا بعد أن بحثنا الحسابات الجارية والدائنة والودائع كعمليات في المصرف، سنخصص كما ذكرت اليوم كيفية حساب هذه الفوائد، لكن لابد أيضا من استرجاع تعريف ودائع الأجل. ودائع الأجل هي أن يقوم أحد العملاء للمصارف أن يودع مبلغ من المال بالاتفاق طبعا مع المصرف التجاري بأحد فروعه، بإيداع مبلغ معين من المال لمدة زمنية محددة، طبعا يستحق بحسب مدة الوديعة فائدة على هذا المبلغ، لكن إذا سحب هذا المبلغ قبل موعد انتهاء مدة الوديعة سيفقد حقه من هذه تكسر الفائدة. تماما. طبعا والنسب التي سنعرضها هي آخر ما توصلت إليه المصرف التجاري السوري وعندما تألف كتابنا، مع التنويه أنه ممكن هذه النسب تتغير حسب سياسة المصرف التجاري السوري. تماما. أستاذ خالد، كما ذكر الأستاذ ماهر، هناك فوائد لودائع لأجل، خاصة إذا كانت المدة مختلفة. نعم. يعني دائما ودائع الأجل ما بتكون مدة واحدة، في إلى عدة مداد وكل مدة إلى نسبة فائدة معينة. نعم. لو نأخذ فكرة عن نسبة الفائدة بالنسبة لكل مدة من مدد ودائع الأجل. تماما. هلأ نحن بالنسبة للطالب لما بده يحل مسألته لازم ينتبه لبداية الحياة موضوع النسب اللي حنعرضها على الشاشة، نتابعها مع بعض. هي النسب يجب أن يحفظها الطالب لأنه بده يطبقها أثناء حل المسألة. فنحن مثل ما ذكرت حضرتك، مدة الوديعة في عنا كتعامل مصارف، يتعامل المصرف مع وديعة لمدة شهر، وديعة لمدة 3 أشهر، وديعة لمدة 6 أشهر، 9 أشهر وسنة. جانب كل وديعة محطوط نسبة الفائدة اللي لازم يحفظها الطالب، 7% لشهر أو 3 أشهر، 8% 6 أشهر، 9% ل9 أشهر، و10% لسنة. طبعا هون لما بدنا نحسب بعد شوي الفائدة، في عنا بدنا نحسب على الفائدة ضريبة اسمها ضريبة القيم المنقولة، وضريبة القيم المنقولة من أجل حسابها يجب أن نحفظ أيضا نسبتين إضافيتين، هي نسبة الضريبة التي تطبق على الفائدة 7.5%، كما نحسب نسبة رسم إدارة محلية 10% على الضريبة، وبجمع الرقمين الضريبة زائد رسم الإدارة المحلية نحصل على ضريبة القيم المنقولة. إذن هون الطالب هذا النسب لازم يحفظها، لأنه لا تذكر في نص المسألة وإنما يتم استعماله بناء على ذاكرته كيف حفظها. تمام. في قانون لاحتساب الفائدة، بالنسبة لقانون حساب الفائدة، فمبلغ الوديعة ضرب المعدل اللي حياخده حسب مدة الوديعة، يعني إذا كان عنده وديعة 6 أشهر حيطبق 8%، سنة حيطبق 10% وهكذا. فإذا نأخذ مبلغ الوديعة من نص المسألة ضرب المعدل اللي هو حافظه الطالب ضرب المدة على 365. تمام. شكرا أستاذ خالد. أستاذ ماهر، هناك قيود لإثبات هذه الفائدة، فوائد وديعة لأجل، حسب ما ذكر الأستاذ خالد كل مدة إلى نسبة معينة ولازم الطالب يحفظهم. بعد ما بيثبت الطالب الفوائد أو بيحسب نسبة الفائدة، مفروض يعمل قيود الإثبات. تمام. كيف من المعالجة المحاسبية أو كيف يتم كتابة قيود الإثبات؟ تمام. طبعا لابد من التنويه أيضا كما ذكر الأستاذ خالد، أيضا هذه القيود تكتب في دفاتر المصرف التجاري السوري. تمام. نميز عدة احتمالات للقيود التي ستثبت لأي نوع من الفوائد، لأي فائدة حسب منتجها.
لنبدأ لو نتابع مع بعض انه اذا كانت الوديعة انتهت قبل 31/12 طبعا هو مبدأ تماما لو بنتابع ايضا على العرض على الشاشة طبعا هو مبدأ انه استحقاق كل سنة مالية لوحدها. اذا كانت الوديعة انتهت قبل 31/12 ستسمى الوديعة هنا وديعة منتهية وستكون فائدتها مستحقة وغير مدفوعة ويتم إثباتها بالقيود التالية باعتبار انتهت السنة المالية تماما انتهت قبل 31/12 أي مضى على الوديعة مدتها لكن لم تنقلب السنة المالية عليها. نبدأ أولا أو يبدأ المصرف أولا بإثبات قيمة الفوائد المستحقة على حساب الودائع ويكتب القيد الآتي من حساب فوائد حسابات ودائع لأجل إلى حساب فوائد حسابات الودائع لأجل مستحقة وغير مدفوعة وهذا القيد كما ذكرت هو إثبات قيمة الفوائد المستحقة على حساب الودائع. أيضا ننتقل إلى القيد الثاني وهو قيد إثبات دفع الفوائد نقدا بعد اقتطاع الضريبة. طبعا أي مبلغ سيحصل عليه المودع سيقتطع المصرف كما ذكرنا قبل قليل نسبتين هي نسبة الضريبة ورسم إدارة المحلية بمجموعهما ضريبة القيم المنقولة أي أن العميل سيأخذ الصافي. سيكتب القيد التالي من حساب فوائد حسابات الودائع لأجل مستحقة وغير مدفوعة إلى مذكورين حساب الصندوق وحساب ضريبة القيم المنقولة. أيضا يمكن إثبات تحويل الفوائد إلى الحسابات الجارية أو حسابات الودائع. ممكن للعميل ألا يأخذ هذا المبلغ يبقي المبلغ في المصرف مع حسابه تماما للفائدة الأكثر. عند ذلك يمكن أن يكتب القيد التالي من حساب فوائد حسابات الودائع لأجل مستحقة وغير مدفوعة إلى المذكورين حساب الحسابات الجارية الدائنة أو حساب ودائع لأجل وحساب ضريبة القيم المنقولة. هذه الحالة الأولى عندما تكون الوديعة انتهت قبل 31/12 وتقفل في النهاية ضريبة القيم المنقولة عفوا الفوائد تقفل فائدة وديعة الأجل بحساب استثمار عام ملخص الدخل بالقيد التالي من حساب الاستثمار العام ملخص الدخل. وأرجو التنويه هنا على الطالب كتابة القيد كاملا لا يكتب استثمار عام فقط ولا يكتب ملخص الدخل يكتب القيد كاملا بشطره الأول من حساب الاستثمار العام. ذكرنا في ندوات سابقة أن تماماً. علامة القيد هي جزء واحد إما أن يأخذ من تمام. إما أن يأخذه بشكل كامل أو يخسره تماماً. بشكل كامل القيد لا يجزأ لذلك ضروري كل عناصر القيد من حساب الاستثمار العام ملخص الدخل إلى حساب فوائد حسابات الودائع لأجل. وفي النهاية سيقوم المصرف أيضا بسداد ضريبة القيم المنقولة طبعا لوزارة المالية من حساب ضريبة القيم المنقولة إلى حساب الصندوق. هاتين الحالتين عندما تكون الوديعة أو هذه الحالة عفوا عندما تكون الوديعة قد انتهت قبل 31/12 لها القيود الأربعة السابقة. شكرا أستاذ ماهر. أستاذ خالد الآن تحدث الأستاذ ماهر في حال كانت الوديعة منتهية مع نهاية السنة المالية وكيف يتم إثبات قيودها في حال انتهت مع السنة المالية. الآن في حالات أخرى قد لا تنتهي الوديعة مع نهاية السنة المالية إذا تكون غير منتهية فتكون القيود مختلفة نوعا ما عن الحالة الأولى. تماما. كيف تتم معالجة المحاسبية أو القيود؟ هل استكمال فكرة الأستاذ ماهر لإشارها نحن الطالب لازم يحدد موضوع الوديعة أول شيء انتهت بنفس السنة أو ما انتهت بنفس السنة يعني تنتهي العام القادم. فمثل ما حكى الأستاذ ماهر انتهت بنفس السنة عندنا أربع قيود. القيود اللي حكاهم قبل شوي. هلا اذا انتهت العام القادم او تنتهي العام القادم فنحن بصير عندنا الفائده تسمى فائده مستحقه غير واجبه السداد. مستحقه غير واجبه السداد اي ان العميل لا يحق له ان يذهب الى المصرف ويقبض الفائده لان الفائده ما انتهت. تمام. فيصبح القيد بعد ما نحسب الفائده من فوائد حسابات ودائع لاجل الى فوائد حسابات ودائع لاجل مستحقه غير واجبه السداد. معناتها هون للطالب لازم ينتبه تتمة الحساب بدل فوائد حسابات ودائع الأجل كانت مستحقة غير مدفوعة صار اسمها مستحقة غير واجبة السداد. هلأ بدنا نكمل طالما ما العميل ما لحق أنه يقبض الفائدة فليس هناك حساب ضريبة. إذا ضريبة تحسب عندما يحق للعميل أن يقبض الفائدة. تمام. فهون ما في ضريبة لذلك عندنا فقط قيد إثبات ومن ثم قيد الإقفال من حساب الاستثمار العام ملخص الدخل إلى حساب فوائد حسابات ودائع لأجل. إذا هون صار عندنا قيدين بينما الحالة السابقة أربع قيود في معالجة لضريبة القيم المنقولة هون. تمام تمام. هلا هون فينا نعمل بس شغلة صغيرة كمان ننبه الطالب إنه كيف يعرف الوديعة تنتهي قبل السنة أو تنتهي العام القادم. تمام. فنحن مثلا إذا عندنا وديعة بلشت بأربعة ستة فيك ممكن استاذ ممكن لا بس ممكن. هون بشان بس نعلمهم هالشيء هاد. اذا عندنا وديعة بلشت بأربعة ستة ولمدة ستة اشهر فهون الطالب لازم ياخذ الستة اشهر ويجمعها مع رقم
ستة ممكن اللي هو تاريخ الإيداع الإيداع صار بشهر ستة 4/6. كمان وهنا في النظريات السابقة تمام أستاذ خالد أنه نحن يجب أن نميز ثلاثة تواريخ، تاريخ الإيداع وتاريخ الانتهاء وتاريخ الاستحقاق. تمام تماما. هلا نحن بس هون مشان الطالب يقدر يحدد انه تنتهي بنفس العام ولا العام القادم، فنحن بناخذ رقم 6 وبنضيف له 6 تماما، فبنلاقي الرقم طلع 12. نحن السنه عندنا هي 12 شهر تماما، فاذا طلع الجواب 12 وما دون فتنتهي تمام بنفس العام. تمام. طلع الجواب 13 وما فوق فتنتهي العام القادم. تماما. يعني هاي بس فكره صغيره عشان يقدر يتعامل مع الوديعة انه تنتهي العام القادم او تنتهي بنفس العام. تبدا القيود اللازمه. بعدين بس بيتعامل بقى مع القيود. تمام. يعني بس بيحسب بقى الفائده. تمام. متابعه تمام بالحل، لكن هذه تنبيه طبعا ضروري انه يقرر مباشره ان هل الوديعة انتهت او لم تنتهي. تمام. طبعا بس تنويه استاذ خالد انسى سوسن هنا، طبعا لماذا اغفلت الوديعة بمنخفض الداخل؟ طبعا ولو لم تدفع سيقوم المصرف بإقفالها، لأنها تخص من مبدأ المصارف الإيرادات تخص أي عام، لأنها أثبتت في هذا العام، ولو لم تدفع سيقفلها المصرف في حساب ملخص الدخل أو الاستثمار العام حسب الحسابات الختامية تمام السنة المالية المحاسبية. تمام. أستاذ خالد، في حال سحبت الوديعة وحولت قبل موعد انتهائها هل يحسب لها فوائد؟ أكيد لا، ما حكينا عليها الدرس الماضي أنه نحن بنراقب الوديعة، سلوك الوديعة أثناء التمويل. هل الوديعة تم سحبها قبل موعد استحقاقها أم الوديعة سحبت بالتاريخ المستحق لها؟ فنحن قبل شوي حكى الأستاذ ماهي ونرجع منعيد هالفكرة هي أن الوديعة في لها ثلاث تواريخ، تاريخ الإيداع، تاريخ الاستحقاق وتاريخ التصرف. طيب. حق التصرف للعميل، فنحن هالتواريخ الثلاثه بننتبه عليهم. طبعا التصرف استاذ خالد هو اما ان يسحبها او يودعها في حساب وديعه اجل او ممكن ان يحولها الى وديعه اخرى. تمام تمام. ممكن اذا يقبضها، ممكن يضيفها لحسابه الجاي، ممكن التصرف. تمام. فاذا هون بدنا ننتبه على موضوع تاريخ التصرف، تاريخ التصرف قبل تاريخ الاستحقاق فهون حاله كسر وديعه. تمام. بيخسر الفوائد ما عاد في الفائده ولو كان اخر يوم. تمام. اخر يوم كمان هي حكيناها الندوه السابقه، اخر يوم من حق المصرف مو من حق العميل، يعني الوديعه تنتهي مثلا ب 18/7 فهو لازم يسحبها ب 19/7. اذا سحبها ب 18/7 تمام تعتبر كسر للوديعه. فإذا لا يوجد فائدة على الوديعة التي يتم كسرها أي سحبها قبل موعد استحقاقها. طبعا هنا تنويه مهم جدا، لا يفترض أنه مجرد ما ذكر أن الوديعة سحبت أنها كسرت، انتبه للتاريخ أنه تمام نشوف تاريخ السحب أمتى، مثل ما قال الأستاذ خالد إذا كان سحبت خلال المدة أو بنهاية الفترة معناتها تماما طبعا يعني بعد نهاية الفترة بيوم لحتى تحسب المدة كاملة، أما طبعا. إذا انسحبت قبل أو لو بآخر يوم كسرت الفائدة وحتى لو جزء كمان. حتى لو جزء الوديعة يعني. الوديعة هي جزء هي كامل جزء كامل واحد متكامل يعني. تكسر كلها يعني تستحق تمام. الفائدة أي تحريك ولو لجزء منه فتكسر الوديعة ما عاد في فائدة لا للشيء اللي انسحب ولا للشيء اللي بقي. تمام. إذا سقط حق الفائدة فيها. تمام. لتوضيح ما تحدثنا عنه نأخذ المثال الآتي أستاذ ماهر. تمام. فيما يأتي نتابع مع بعض على الشاشة، فيما يأتي حركة الحساب الجاري والودائع للزبون سامر لدى المصرف التجاري السوري فرع رقم 5 وذلك خلال عام 2006. في 1/3 قام سامر بإيداع 1,000,000 ليرة سوري في المصرف وطلب منه فتح حساب جاري له بالمبلغ، فقام المصرف بذلك وطلب من المصرف. في 30/3 طلب سامر من المصرف تحويل 60% من حسابه الجاري إلى حساب وديعة لأجل لمدة 9 أشهر. في 25/4 حرر سامر شيكا لحامد وقام بسحب قيمة الشيك نقلا بمبلغ 100,000 ليرة سوري. في 20/5 طلب سامر تحويل مبلغ 20,000 ليرة سوري من حسابه الجاري إلى حساب مؤسسة الكهرباء التي لديها حساب جاري في المصرف نفسه. في 10/7 طلب سامر من المصرف دفع مبلغ 30,000 ليرة سوري نقدا بموجب أمر دفع لنفسه. في 25/8 حسم سامر ورقة تجارية لدى المصرف وطلب إيداع المستحق في حسابه الجاري الدائن وذلك بقيمة 51,500 ليرة سوري علما أن قيمة الورقة 52,000. المطلوب القيود اليومية اللازمة في دفاتر المصرف التجاري السوري فرع رقم 5. بالنسبة لهذا الطلب حليناه بالندوات السابقة، هلا بنشوف الطلب الثاني حساب فوائد الودائع في 31/12/2006. 3 إثبات القيود اليومية اللازمة لمعالجة الفائدة في 31/12/2006 علما أن سامر قام بسحب وديعة الأجل 9 أشهر ومبلغ الفائدة نقدا بتاريخ 31/12/2006. الآن أستاذ ماهر،
هلا التمرين ما حنحله كله باعتبار بندوات سابقة عالجنا عمليات الإيداع والسحب، لكن الآن هو مطلوب من الطالب، مطلوب من الطالب القيود تمام، لعمليات هي سواء العملية كانت إيداع أو متكاملة، سحب. عمليات الإيداع والسحب زائد حساب الفوائد. تمام. الآن مشان نكسب الوقت أكثر بحساب الفوائد، تمام، هنبدأ بالطلب الثاني، حساب فوائد الودائع في 31/12/2006. الآن الوديعة الأولى اللي حطها سامر كانت ب 30/3، طلب سامر من المصرف تحويل 60% من حساب الإيجار إلى حساب وديعة الأجل لمدة 9 أشهر، كيف تتم تمام. معالجة أو حساب الفوائد في هذه تمام. الحالة؟ يجب الانتباه هون أولا للعمليات الحسابية، لأن دقة العمليات الحسابية قد تفقد الطالب إذا أخطأ بمراحل العمليات أكيد. الحسابية، حتى القيود ممكن تكتب خطأ. الشغلة الثانية كمان وهدي حضرتك أنه نص التمرين لاحظ كيف أجت الوديعة، أنه حول جزء يعني نشرت مباشرة أو دع وديعة أجل. لو لاحظنا في الفقرة لدينا أنه بتاريخ واحد ب30/3 طلب سامر من المصرف تحويل 60% من حسابه الجاري إلى حساب وديعة الأجل لمدة 6 أشهر. طبعا الحساب الجاري هو في الفقرة السابقة أو من رصيد الحساب الجاري، طبعا الحساب الجاري لدينا فقط 1,000,000 ليرة، إذا مبدأ الوديعة هي 60% من 1,000,000 ليرة. إذا أولا علي أن أحسب مبلغ الوديعة التي أودعت في 30/3 30/3. إذا لنبدأ الآن أولا لنحسب مبلغ الوديعة. إذا قراءة التمرين صح نصف تماما الحل. مهم جدا نص التمرين ينتبه للطالب أنه فقرة الوديعة أين أتت؟ هو تحويل جزء من الحساب الجاري أو من رصيد الحساب الجاري. مبلغ الوديعة نتابع الحل مع بعض. مبلغ الحساب بيكمله 1,000,000، هو 1,000,000 ليرة سوري، بنحسب مبلغ 60% الوديعة من 1,000,000. هو عبارة عن 1,000,000 ليرة، وأرجو من الطالب دقة العمليات الحسابية ولو كان شوي ولو كان على الآلة الحاسبة. أيوه تمام. ضرب 60% ويساوي 600,000. إذا هذه هي وديعة الأجل التي حول جزء من حسابه الجاري إليها. لو منتابع نص التمرين أين كان تاريخ الإيداع؟ تاريخ الإيداع كان ب 30/3. طبعا 30/3 والسنة طبعا حتى هون ما بيهمنا، لكن انتبه عزيزي الطالب عندما يكون هناك شهر شباط يجب الانتباه إلى كبيسة السنة. أو لا تماما، بما كان هنا العام 30/3 والوديعة كانت لحسب نص التمرين 9 أشهر. كما ذكر الأستاذ خالد قبل قليل لتسهيل العملية، ممكن نجمع 3 مع 9 مباشرة، 3 و9 12، وعندي 30، إذا ستنتهي هذه الوديعة 30/12، إذا قبل 31/12، إذا انتهت قبل 31/12، إذا فهي منتهية. إذا وديعتي منتهية، وإذا منتهية فعلي حساب فائدة ومن ثم الضريبة ومن ثم ضريبة عفوا الرسم إدارة المحلية، وبسمي المجموعة ضريبة قيم منقولة، وسيكتب لها 4 قيود. إذا هي فائدة مستحقة وواجب السداد. تماما. لنبدأ الآن، لدينا الشهر الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، بديها 9 أشهر ابتداء من الثالث، إن شاء الله يكون 30/3، لأنه هذا الشهر تأخذ منه أيام. 9 عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طبعا بتمنى يجب التفصيل، لأن إذا لاحظنا بالمطلوب الطلب الثاني بعد كتابة العمليات السابقة بيان العمليات الحسابية، هذا اللي عم نكتبه هو على المبيضة وليس على المسودة، انتبه عزيزي الطالب، قد تفقد علاماتها هذه، هذا حسب نص التمرين مطلوب بيان العمليات الحسابية ومن ثم الفوائد، إذا هذه مطلوبة منك كتابتها. وهنا أيضا يجب على الطالب أن لا ينسى عدد أيام كل شهر، وهي ليست صعبة تماما، يعني يوجد أكثر من طريقة كي لا أنسى عدد أيام الشهر، علمونا نحن صغار هذه الطريقة، علمونا في مليون طريقة، لكن في للتسهيل أنا ممكن عزيزي الطالب انتبه أنه الشهر السادس 30، الشهر السادس دائما 30، والسابع والثامن 31. هلا بقى على اليمين وعلى اليسار بالتناوب 30/31، لأنه فقط يوم واحد ممكن هلا يطلع قيمة الفائدة المبلغ غلط. إذا ثبت 30 وثبت السابع والثامن 31، إذا الخامس 31 30 31، التاسع 30 31 30. لنبدأ الآن 31، لكن في مضى منه 30 يوم لا تحسب، سأجمع 30 زائد 31 زائد 30 زائد 31 زائد 30 زائد 31 زائد 30 250 زائد أيضا ل 30 اللي مضت من الشهر هذا،
طبعا لاحظ هذا الطالب هنا قد حتى على الآلة الحاسبة يكون أخطأ، يمكن عملية حسابية من دون الآلة الحاسبة، يعني إذا أخطأت حتى بإدخالها حسنا تجي كعدد الأشهر كثيرة. لاحظ إذا عددت أنا بس للثلاثينات، لأنه هنا إذا أخطأت بالأيام سأخطئ بجميع المراحل القادمة. لاحظ كم من 30 عندي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11، يعني بمعنى اخر اذا بقول على الاله الحاسبه 11 ضرب 30، لكن كمان ممكن انا اقيم ال 30 ناقص مع ال 30 زائد، مزبوط. اذا صار عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ب 3 270 يوم، 270 وبجمع الوحدات 1 2 3 4 5، اذا 275. اجل انتبه عزيزي الطالب، انت كل انطلاقه صحيحه ممكن تتاكد على الاله الحاسبه، لكن هنا طريقه اسرع بتجمع عدد ايام الاشهر. ارقام بسيطه هنا. تماما. اذا لدينا مده الوديعه هنا 275 يوم، نبدا الان بحساب الفائده. كما ذكر القانون قبل قليل، الوديعه او مبلغ الوديعه ضرب المعدل الذي ذكر قبل قليل الاستاذ خالد، يجب ان يحفظه الطالب، لم يعطى في نص التمرين، ضرب المعدل ضرب عدد الأيام أو المدة على 365. مبلغ الوديعة هو 600 ألف، المعدل وديعتنا 9 أشهر 9% ضرب المدة 275 على 365. أيضا هنا يجب أن يكتب المبلغ مقربا، أي إذا كان على يمين الفاصلة 5 فما فوق يجبر الرقم لأحد، وإذا كان الأربعة فما دون سيهمل. طبعا الجواب بيطلع معنا مباشرة هون الفائدة 600 ألف ضرب 9% ضرب 275 680 بعد التقريب. نحسب على الفائدة ضريبة، الضريبة تساوي مبلغ الفائدة. طبعا أنا أكتب القوانين لكي يحفظ الطالب من أين أأتي من هذه المبالغ. مبلغ الفائدة يطلع معي ضرب المعدل، طبعا كما ذكرناه بالقواعد، أيضا معدل الضريبة على وداع الأجل لن يعطى 7.5%. حافظون الطالب قبل هدول تماما المعدلات 7.5%. إذا لاحظ أنا كتبت المعدل بالقانون، إذا الفائدة تساوي الضريبة تساوي 40685 ضرب 7.5%، والجواب بيساوي الضريبة عندي 3051. انتبه هذا جواب بعد التقريب. نحسب الآن رسم الإدارة المحلية التي تحسب كنسبة من الضريبة. إذا الضريبة ضرب النسبة اللي هي دائما ثابتة 10% وتساوي 3051 ضرب 10%، ايضا بالتقريب 305. لاحظ الان هذين الرقمين كما ذكرنا قبل قليل تسمى ضريبة القيم المنقولة. شوي طالع الورقة لفوق استاذ ماهر. اذا ضريبة تمام القيم المنقولة تساوي 3051 زائد 305، فيكون لدينا ضريبة القيم المنقولة التي اقتطعها المصرف تساوي 3356 56. طيب استاذ ماهر منخلي القيود لبعد الاتصال، معنا اتصال. هلا حسبنا الفوائد بقيان اثبات القيود. تمام. معنا عبد الرحمن. يعطيك العافيه انسي. اهلين عبد الرحمن، الله يعافيك يا علي. انسي بس بدي اسال لو سمحتي، وديعه التوفير عم لاقي فيها صعوبه. تمام، شو سؤالك عن وديعه التوفير يا عبد الرحمن؟ بس عدد ايام السنه 365 يوم بالكبيسه والقصص يعني. تمام، هي معك الاستاذ خالد، تفضل عبد الرحمن. اهلين، هلا عبد الرحمن. هلا بالنسبه لوديعه التوفير في القواعد، هلا بعد شوي حنقولها نحن، بس يعني فينا نلخصها على السريع، انه وديعه التوفير بدها تنتبه على موضوع النصف الاول ولا النصف الثاني من السنه، لما هي بدها تاخذ وقت معناها، بس فينا هلا هو اعلى السنه الكبيسه والغير كبيسه. موضوع السنه الكبيسه، السنه الكبيسه دوما السنه دوما السنه بالمصارف 365 مقام، ولو كان شباط حتى لو السنه كبيسه
المقام 365 بس بيصير معنا بيصير معنا اشباط. بس مثل ما حكى قبل شوي الاستاذ ماهر بموضوع الودائع، يعني اذا كان عندنا حركه ودائع بشهر 2 فبيفرق معنا موضوع اشباط انه 28 او 29 يوم. بس بده يفرق معي بموضوع اشباط. بس المقام هلا قبل شوي عم يحسبه الاستاذ على قبل شوي، هلا المقام شو حاطه 365، حتى لو السنه كبيسه 365، لانه في طلاب بفكروا انه حطه 366. لا هو بس تلزمه مشان ايام الاحتساب الفوائد، بس بالمقام مفهوم. المقام دائم، بس بيفرق معنا موضوع البسط، البسط شو هو؟ عدد ايام فتره الوديعه. تمام. فعدد ايام فتره الوديعه اذا مثل ما حكى الاستاذ ماهر الوديعه بلش من شهر 3 شهر 4 وما بعد، فبعد يفرق معي اشباط انا. اما اذا الوديعه كانت بشهر 2 بيفرق معي موضوع شهر اشباط بدي احسبه على اساس 29 او 28. وغلط رقم واحد بيصير غلط. تمام. هلا حكيناها انه الغلط بيفرق معنا بموضوع العمليات الحسابيه. تمام. هلا بالنسبه لبدايه التوفيق بعد شوي حتمر معنا ونشرحها بالتفصيل، بس هي تمام في إلى نسبه فائده معينه 9% دوما ثابته، ضريبتها 1.5%، لا يوجد رسم إدارة محلية. القيود تبع وديعة التوفيق حتكون حسب حالاتها، يعني ممكن عندنا وديعة التوفيق تبدأ بالنصف الأول من السنة، وديعة التوفيق تبدأ بالنصف الثاني، فحتاخذ معنا وقت هلا بالشرح. يا ريت تتابع معنا على باقي الندوة حتمر معنا وديعة التوفيق بالتفصيل. شكرا أستاذ خالد. معنا عبد الرحمن، تابع معنا لحتى تاخذ التفاصيل كلها. تمام، شكرا لك. ممكن نحن نحاول بلكي نعطيهم بعد شوي انه مثل قواعد او افكار اساسيه ممكن يشتغلوا على اساسها. تمام. بس نكمل فكرتنا هلا مشان هيك. طبعا لو تابعنا الحل نتجت لدينا فائده الوديعه 40685 وضريبه القيم المنقوله 3356. الان القيود وبما انها منتهيه فهي لها القيود الاربعه التاليه. هلا ممكن بس استاذ ماهر قبل ما نكتب القيود فينا نعمل شغله كمان كمالة الشيء اللي ساويناه على الحل. نحن حطينا مربع اول للفائده تمام لاجمالي الفائده، ومربع ثاني لضريبه القيم المنقوله. تمام. انا بفضل نعمل مربع ثالث صافي الفائده. تمام. المبلغ الصافي نرفع الورقه لفوق شوي استاذ ونطلع شيء اسمه صافي الفائده عشان سلعه القيود. تمام. بس نحن بشان الطالب يعرف يتعامل بالارقام ففي صافي تطلع قيوده صح. تمام. لانه صافي الفائده هو المبلغ اللي بده يتصرف فيه العميل. 40 فصافي الفائده هو المبلغ الاجمالي ل 40685 تماما مطروحا منه 3356. فحيطلع عنا الصافي 37329. تمام. فهلا هون عزيز الطالب انت افضل شيء لك بعد كل وديعة اثناء عملياتك الحسابية تعمل هالمربعات الثلاثة، اجمالي الفائدة، ضريبة القيم المنقولة، بصافي الفائدة. بصير كتابة القيود اصح واسهل. صار عنده هلا بيعرف شلون بدي احطهم بالقيود. الفائدة، ضريبة القيم المنقولة، الصافي. تمام. سنكتب الآن القيود. هلا القيود طبعا لابد من التصير اليومية لتسهيل الكتابة. طبعا بما أنها مستحقة أو غير بما أنها منتهية سيكون لها القيود من حساب فوائد حسابات ودائع لأجل 9 شهر إلى حساب فوائد حسابات ودائع لأجل 9 شهر مستحقة وغير مدفوعة، إثبات الفائدة أو استحقاق الفائدة والمبلغ الكامل اللي طلع معي 40685. نكد كتابة جميع الكلمات بالقيد الطرف المدين والطرف الداعي 680-85. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني هو قيد السداد لأنه ذكر في نهاية التمرين أن العميل سامر سحب مبلغ الفائدة والوديعة نقدا، إذا من حساب فوائد ممكن الشرح يكون إثبات أو استحقاق الفائدة. تماما. أو استحقاق الفائدة من حساب فوائد ودائع لأجل مستحقة وغير مدفوعة، طبعا ودائع أجل 9 شهر إلى مذكورين. عندي حساب قالوا لي أبدا نقدا فهي إلى حساب الصندوق، وحساب ضريبة القيم المنقولة. وثبت أولا حساب الفائدة 40-680-85 والضريبة اللي طلعت معنا قبل قليل 3356-56 والصافي كما حسبنا أيضا 37329. حسب نص التمرين ممكن نقول هون نحن سحب مبلغ الفائدة بعد اقتطاع الضريبة.
طبعا القيد الثالث سيقوم المصرف بإقفال فائدة بحساب ملخص الدخل من حساب الاستثمار العام ملخص الدخل إلى حساب فوائد حسابات ودائع لأجل 9 شهر. طبعا المبلغ كامل 40,680.85 تحميل العام أو إقفال الفائدة لهذا العام. سيقوم المصرف الآن بسداد ما عليه للدوائر المالية من ضريبة القيم المنقولة من حساب ضريبة القيم المنقولة إلى حساب الصندوق وهو القيد الرابع، وضريبة القيم المنقولة هي 3,350.56 4 سداد ضريبة القيم المنقولة. هذه هي قيود وديعة الأجل المنتهية الذي أودعها سامر في المصرف التجاري السوري. تمام، شكرا أستاذ ماهر. أستاذ خالد، مثل ما قال أستاذ ماهر حالة وديعة منتهية. الآن كيف تتم المعالجة في حال كانت الوديعة غير منتهية والفائدة مستحقة وغير واجبة السداد؟ نأخذ تمرين فيما يأتي، بتقرأه ولا بقرأنا؟ في عن التمرين. تمام، ياريت نشوفه على العرض. هذا الكتاب هو التمرين. التمرين الثالث صفحة 94. في عندنا حركة حساب جاي ودائع للزبون زاهر لدى المصرف التجاري السوري فرع رقم 11 عن عام 2009. طبعا نحن مثل ما بلشنا اليوم، نحن قيود الإيداع والسحب تناولناها بالندوة السابقة. تمام، نحن اليوم هلا بدنا نتعلم موضوع الفوائد وقيود الفائدة. فهون ما بنقدر نجزئ نقول مسألة فوائد أو مسألة قيود، دائما بدها تكون مسألة فيها قيود إيداع وسحب بعدين فوائد، مشان نأكد للطلاب. نحن لو ضيق الوقت الندوة السابقة نحن المفروض نحل المسألة كاملة مع فوائدها. الطلب الأول قيود الإيداع والسحب، الطلب الثاني هلا كنا عم نساوي حساب الفائدة، والطلب الثالث قيود الفائدة. تمام، فهلا نحن بالسؤال الثالث المعروض على الشاشة نحن بدنا نراقب خلال المسألة، وهذا الشيء بده يكون عام للطالب، يعني هو أثناء حله للطلب الأول هو عم يراقب شو في عنده ودائع عم تمرق معه أثناء الحل. فبطلب الأول هو عم يحل قيود إيداع والسحب، ما معه بتاريخ 1/5 قام زاهر بإيداع وديعتين لأجل، الأولى 6 أشهر والثانية 9 أشهر بمبلغ 400,000 موزع مناصفة بينهما قابلة للتجديد. هلا في أول شغلة بدي نبه على الطالب عليها، اقرأ الرقم واقرأ الصيغة مظبوط، مكتوب 400,000 موزع مناصفة بينهما. في كتير طلاب على عجل بيعتبروا الأولى 400 والثانية 400. هي مناصفة مناصفة تمام، بس أحيانا على عجلة، يعني نحن بدنا نكون دقيقين أثناء القراءة. 400,000 موزع مناصفة، إذا الوديعة الأولى 200,000 وديعة الثانية كمان 200,000. هلا بدنا نحكي الشيء اللي قلناه قبل شوي، انه موضوع كل وديعه راقب بدايتها نهايتها التصرف تبعها. فعندنا الوديعه الاولى ب 1/5 فينا نشوف مع الاستاذ ماهر كطريقه معالجه ب 1/5 الوديعه الاولى. اذا حتى في نص حتى على ورقه الاجابه اكتب اذا كان هناك وديعتين، الوديعه الاولى او الوديعه الثانيه. تمام، الوديعه الاولى بدايتها ب 1/5 تمام. هلا من لمدة 6 أشهر، فلذلك هلا استاذ ماهر حنحط 6 ونضيفها لرقم 5 مبلغ مناصفة 200,000 صح؟ مبلغ 200. تمام، 200,000 تمام. إذا 1/5 مدة 6 أشهر، معناتها تاريخ البداية 1/5، تاريخ النهاية المفروض 1/11. إذا طالب لازم يحط دائما كل وديعة بدايتها ونهايتها مشان يعرف موضوع إنه انكسرت ولا طلع له فائدة. تمام، فإذا 1/5 1/11 معناتها العميل يحق له التصرف بالوديعة الأولى بتاريخ 2/11. تمام، هلا إذا جانا لنص السؤال، عفوا أستاذ خالد، إلى هنا الوديعة منتهية، لكن إذا تابع نص التمرين. تمام، نحن بدنا نراقب سلوك الوديعة. التمرين كله مشان يعرف الوديعة. تمام، نحن بدنا نراقب سلوك الوديعة، فأثناء الحل حنلاحظ بتاريخ بعد إذنكم النص بالله بتاريخ 2/7 نشوف النص بالله على العرض. معلش مو مشكلة نذكر لنا. ب 2/7 طلب زاهر تحويل مبلغ الوديعة لأجل الأولى إلى حسابه الجاري. هو المفروض إمتى يحرك الوديعة؟ ب 2/11 حركها ب 2/7 تمام؟ فإذا هون صار عندنا حالة شرحناها قبل شوي اسمها حالة وديعة مكسورة أو تم تحريكها قبل موعد استحقاقها، فإذا لا يستحق لها فائدة. إذا وديعتي الأولى لا يستحق لها فائدة لأن العميل حركها قبل موعد استحقاقها. لا تستحق. طيب أستاذ خالد، هلا الوديعة الثانية بعد الاتصال.
تمام في اتصال. اذا الاولى لا تستحق الفائده اذا الاولى لا تستحق الفائده لانها حولت قبل تاريخ انتهاء الوديعه. الان الوديعه الثانيه بعد ما ناخذ الاتصال. معنا بشرى. اهلين بشرى. مرحبا. اهلين بشرى، مرحبتين. اهلين. لو سمحتي ممكن اسال الاستاذ سؤال؟ تفضلي، شو سؤالك بشرى؟ كنت بس بدي اساله انه حساب فائده التوفير بتنضاف للمده، يعني هي بتستحق 30/6 31/12 بتنضاف. طيب هي معك الاستاذ ماهر، تفضلي بشرى. بشرى هلا بعد قليل سنتابع، لكن الاساس في وديعه التوفير اللي ذكرتيه، اذا كانت انا وديعتي وضعت قبل 30/6 مثلا ب 2/4 سحبتها ب 30/6 تمام معي فائده، عندما ابدا في الفصل الثاني اي من 1/7 الى 31/12 في هذه الفتره من بدايه 1/7 يجب اضافه مبلغ الصافي من الفائده تبع الفصل الاول كاملا، اي الفوائد ناقص ضرائبه القيمه المنقوله عليها. اذا يجب طرحها، يجب اضافه هذا المبلغ مع بدايه 1/7 كما سنتابع ايضا بعد قليل. تمام بشرى، ماشي، يسلم، الله يسلمك. تابعي معنا بشرى لتستكملي الفكره. تمام، موافقه. اساسا مثلا عزيز الطالب لا ضير ان اكتب على ورقه الاجابه هذه الوديعة لا تستحق الفائدة، لكي أعرف أنني أجبت إجابة كاملة. عشان يتذكر الطالب هو عم يحكي أنه كل تماماً. وديعة يعني في طبعاً أنه إذا كسر شو ما اكتب ما تخسر شيء، أنه هي الوديعة ما استحقت الفائدة لأنه سحبت أو حولت قبل انتهاء موعدها. تمام. بنكمل معك استاذ خالد. هل الوديعة الثانية؟ تمام، هلا نحن عندنا كان وديعتين، واحدة ب 1/5 تنتين وديعتين ب 1/5 بس واحدة 6 أشهر والثانية 9 أشهر. لاحظنا قبل شوي أن الوديعة الأولى تحركت قبل مواعيد استحقاقها، فاذا لما كسر الوديعه. وديعة الثانيه بنفس الطريقه بنحط تاريخ البدايه اللي هو 1/5 تماما، قيمه الوديعه 200,000 مدتها 9 أشهر. اذا حطينا تاريخ النهايه 9/5/14 ف 14 معناتها تنتهي العام القادم. نحن قبل شوي قلنا قاعده سريعه للطالب يحدد انه تنتهي بنفس العام تمام. او العام القادم. اذا طلع مجموع الجمع 13 وما فوق تمام. فتنتهي العام القادم 12/14 معناتها تنتهي بنفس العام، تنتهي بنفس العام. تمام تمام، معناتها هي الوديعه يستحق لها فائده. تمام، بس هلا هي الفائده، هي الفائده المفروض تنحسب بالعام القادم. فنحن قبل شوي اثناء الشرح قلنا هون كمصرف بنوقف بتاريخ 31/12 تماما، اذا من 1/5 لغايه 31/12 يتوقف العمل عملية حساب الفائدة مشان نحسب كل فائدة كل سنة بسنتها. إذا عم نحسب من 1/5 ل 31/12 فالأشهر اللي مرقنا فيها الأشهر 5 و6 و7 8 9 10 11 12. هلا مثل ما حكى الأستاذ ماهر قبل شوي بدنا نراعي خصوصية كل شهر عدد أيامه. فالشهر الأول هو شهر 5 هو 31 يوم. أستاذ خالد بس تنويه هنا أن الوديعة وديعت في 1/5/2009 لكن لا تستحق إلا ب 1/2/2010 تمام تمام. إذا من هنا نحن كعمليات حسابية كل شيء بعد 31/12 ما حنشتغل، طبعا بحشت له نحن حنوقف هلا شو عم نقول، حنوقف عند 31/12 ونحسب الفائدة وصار اسمها فائدة مستحقة غير واجبة السداد. قبل شوي كان اسمها فائدة مستحقة غير مدفوعة، وهون لازم ينتبه الطالب على الكتابة بالقيد، مستحقة غير مدفوعة ومستحقة غير واجبة السداد. فإذا هلأ هون أثناء العمليات الحسابية عندنا الأشهر الشهر 5 31 يوم. هلأ أنا بحب أعلمه للطالب قل له أنه أول شهر خذ منه ما بقي من الشهر، يعني الشهر 5 هو 31 يوم مضى منه يوم واحد فبقي منه 30 يوم، باقي الأشهر ناخدها كاملين كاملة اللي بالنص كله كامل كله كامل، وحتى آخر شهر حناخده كامل. إذا بالنسبة للوديعة التي تنتهي العام القادم حيكون إذا بدنا نسهل العمل للطالب أول شهر بناخذ ما بقي من الشهر تمام، وباقي الأشهر بناخذها كلها كاملين تمام، وبنجمع عدد الأيام اللي حطيناهم لكل أشهر فبيطلع معنا 244 يوم. التنويه كما ذكرت أستاذ خالد إنه هون ما حأطرح لأنه بدي آخذ الشهر كامل شهر كامل شهر 12 كامل حيكون معه. يعني إذا طلعنا 240 لأنه مو ما انتهت بشهر 12 لسه في معركة تنتهي مشان هيك شهر كامل تمام. هلا بعد ما حسبنا المده بنحسب الفائده حسب القانون، مبلغ الوديعه ضرب المعدل. طبعا الوديعه 200,000 مبلغ الوديعه 200,000 هي مدتها 9 أشهر، فهون اتفقنا نكون حافظين النسبه اللي هي 9% ضرب المده اللي حسبناها قبل شوي 244 يوم على 365 فبالتقريب 12,033
11,033. فهاي الفائدة اللي حسبناها لا يحسب عليها ضريبة أثناء الشرح اللي قلنا قبل شوي، كل شيء فوائد مستحقة غير واجبة السداد نحسب فقط الفائدة، معناتها بس بنحسب الفائدة بنعمل لها قيد إثبات وقيد إقفال. فحتكون القيود على الشكل التالي، القيدين حيكونوا بتاريخ 31/12، القيد الأول من حساب فوائد حسابات ودائع لأجل بين قوسين 9 أشهر إلى حساب فوائد حسابات ودائع لأجل. هلأ كمالة الحساب هون بفرق معنا، بنقول مستحقة غير واجبة السداد، مستحقة غير واجبة السداد، بينما قبل شوي التمرين الماضي مستحقة غير مدفوعة. حتى الشرح أستاذ خالد هو سيصبح شرح حضر إثبات الفائدة، إثبات إثبات استحقاق هنا بس إثبات الفائدة. هلا انا بفضل بالقيد الاول دائما نحط تماما سواء احتساب او اثبات او استحقاق. المبلغ حسبنا قبل شوي 12,033 هلا قيد الثاني قيد الاقفال اللي هو من حساب الاستثمار العام بين قوسين ملخص الدخل الى حساب فوائد حسابات ودائع لاجل 9 أشهر. بالنسبة للفائدة المستحقة غير واجبة السداد، هذا الحساب يبقى مفتوح للعام القادم أولى تسويات جودية ما لنا فيها نحن حاليا، مو هي موضوعنا، ونص تمرين هو ينتهي في 31/12. تمام، نحن تمرين مطلوبنا لغاية 31/12، لأنه كتير طلاب بيسألون طيب إنه هذا الحساب ضل مفتوح، فهذا الحساب مفتوح للعام القادم تسوية جودية، الوديعة ما انتهت مدة تمام. تمام بالنسبة للمستحقة غير واجبة السداد. شكرا أستاذ خالد. أعزائي المشاهدين أبناء الطلاب، فاصل قصير ثم نتابع ندوتنا لهذا اليوم. أعزائي المشاهدين أبناء الطلاب، نتابع مع ندوتنا لهذا اليوم في مادة محاسبة المنشآت المالية لطلاب الثالث ثانوي التجاري في بحث الحسابات الجارية والودائع، حيث بدأنا في ندوات سابقة التحدث عن عمليات الإيداع والصرف والآن الإيداع والسحب عفوا، والآن نستكمل البحث باحتساب الفوائد لودائع لأجل وودائع التوفير. تحدث الأستاذ ماهر والأستاذ خالد قبل قليل عن ودائع لأجل وكيف تتم معالجتها محاسبيا، القيود التي تقفل فيها، وكيف تتم حساب الفوائد بالنسبة للودائع لأجل. الآن هناك نوع آخر من الودائع لصغار الكسبة، الودائع لأجل نوعا ما تكون مبالغها كبيرة نوعا ما، بينما أحيانا الواحد بيحب يودع مثلا مبلغ صغير بجوز 1,000 ليرة 500 ليرة، بنقول إنه ترى هالمصرف بيقبل يودع، بيقبل يودع تحت اسم ودائع توفير. هي مبالغ يدعوها صغار الكسبة أو المدخرين والموظفين لتجميع مدخراتهم في المصارف التجارية، بذلك تقوم المصارف بدورهم في تشجيع صغار الكسبة وصغار المدخرين على التعامل معها، وذلك من خلال قبول مدخراتهم في حسابات التوفير التي تفتحها لهم بفائدة 9% سنويا. يعني هي نوع من الودائع ولكن بتكون مبالغها أقل شوي من ودائع لأجل. الآن أستاذ ماهر، كيف تتم معالجة حساب ودائع فوائد ودائع التوفير؟ طبعا بالبدايه التنويه كما ذكرتي بالبدايه الندوه انه هذه معدلات الفوائد تتغير من فتره لفتره حسب سياسه المصرف التجاري السوري، لكن عند موضوع كتابنا كانت النسبه 9%. تمام، 9% مثابته دائما، هلا حاليا 9%، لكن كمبدا هو حساب نتبع سياسه المصرف التجاري السوري. طبعا لنتابع الان قواعد حساب فوائد ودائع التوفير. طبعا وديعه التوفير هي ممكن قد تكون هي الملاذ كما ذكرتي الاكثر
لا صغار المدخرين، لانها ممكن تقبل تعود مبالغ عليه بنسب فوائد صغيرة. بمبالغ اكبر تماما. يعني في على مثال انه ممكن اذا حطيت مثلا 100,000 ليره خلال سنه بعد 10 سنين بلاقيه مبلغ ضخم. نبدا بان المصرف التجاري السوري يحسب فائده على حسابات ودائع التوفير بمعدل 9% كما ذكرت قبل قليل حسب تاريخ كتابنا، ويحسب هذه الفائده من اليوم الذي يلي تاريخ او يلي تاريخ ايداع هذا المبلغ. يعني اذا طبعا اذا كان مبلغ مودع لاول مره، يعني اذا انا مثلا اليوم 3/1/2019 لا يبدا حساب الفوائد الا مع 4/1 مع اليوم الذي يلي مباشره، اذا يلي يوم الايداع اذا كان الحساب يفتح لاول مره. لكن بعد قليل عندما سنعالج الاضافات تبدا مع بدايه الشهر الذي يلي. اذا سأنوه لو حطوا باثنين مثلا 5 بتنحسب من 1/6، لكن الايداع الاول حسابيد. انا اليوم ب 3/1/2019 سأودع مبلغ اليوم، الفوائد ستبدأ اعتبارا من 4/1 لأني أفتح وديعة التوفير اليوم. لكن عندما أضيف على وديعة التوفير، لأنها ما يميز وديعة التوفير أنه يمكن على صاحبها أن يضيف مبلغ أو يسحب منها وتستمر المبلغ تستمر الفائدة على المبلغ المتبقي. النقطة الثانية، إذا تم إضافة مبلغ إلى حساب وديعة التوفير فإن الفوائد على المبلغ المضاف يبدأ بحساب الفائدة عليه مع بداية الشهر الذي يلي تاريخ الإيداع. إذا أنا مثلا ضفت على وديعة التوفير اللي فتحتها اليوم ب 12/1، لا تبدأ مبلغ الفائدة على هذا الإضافة إلا مع بداية الشهر الثاني شهر شباط 2019. النقطة الثالثة أيضا، إذا تم السحب مثلا إذا سحب من وديعة التوفير مبلغ سيقتطع المصرف الفائدة من هذا الشهر، من هذا الشهر الذي سحبت منه. نقول يوقف حساب الفائدة. تمام، هو سيوقف حساب هذه الفائدة للمبلغ الذي سحب منه. طبعا معدل الفائدة دائما 9% ويحتسب فقط ضريبة بمعدل 1.5% على الفائدة ولا يحسب رسم إدارة محلية. طبعا تحسب الفوائد إذا كل 6 أشهر أي ب 30/6 و 31/12 وتدفع الضرائب الدوائر المالية في نهاية كل 3 أشهر. وطبعا سنناقش بالتفصيل بعد قليل كيفية حساب على وديعة التوفير ما، وسنوضع لها إضافة وسحب لأن هي القاعدة الأشمل عندما يوضع عليها إضافة أو سحب. تمام، شكرا أستاذ ماهر. إذا الإيداع الأول في ودائع التوفير يختلف عن الإيداعات التي تليها. تماما، كما نوهت. تماما. الآن أستاذ خالد نأخذ مثال عملي عن كيفية معالجة أو حساب ودائع التوفير. التمرين الخامس 95 من الكتاب، ونرجو المتابعة من الطلاب لأن أكثر التساؤلات تأتي على وديعة التوفير. تمام. هلا في شغله حكى الاستاذ ماهر اثناء الشرح، وديعة التوفير مشكلته انه المبلغ ماله ثابت، المبلغ عم يتحرك، لانه هي تجمع بين ميزه بميزه، ميزه من الوديعه للجاريه التي هي امكانيه السحب امتى ما بدنا، وديعه لزمن. تمام، انه لها فائده، يعني بتاخذ ميزه من هون ميزه من هون، فمعناتها هون عندنا مشكله عم نلاقيها انه الوديعه مبلغ الوديعه عم يتحرك مو ثابت مستقر، ايداع وسحب. فنحن هون لما بدنا نحل مساله فيها وديعه توفير بدنا نحاول نقسم وديعه التوفير الى فترات زمنيه. تمام، وذلك من خلال مراقبه نص السؤال، يعني بنص السؤال بدنا نشوف كم حركه صار على حساب وديعه التوفير. بيقول اضاف مبلغ، هون بدنا نضيف المبلغ لهالتاريخ. سحب مبلغ، امتى محسوب الفائده؟ بدنا كما ذكرت استاذ خالد قبل قليل، عندما يحل الطلب الاول للطالب يعني القيود يومين لازم دفاتر المصرف التجاري هي العمليات الايداع والسحب، سيتبع حركة الوديعة. تمام، حسب تماماً. يعني نحن بنحاول أثناء حل الطلب الأول نحط ملاحظات لنساعدنا للطلب الثاني، يعني إنه هون صار في حركة على وديعة الأجل، هون صار حركة لوديعة التوفير. تمام، يعني هذا بيساعدنا بالحل. هلأ بالنسبة لوديعة التوفير كمان ما حيقل لي بأول إيداع، حيقل لي إيداع لأول مرة، يعني هون كمان بدنا نكون مرنين أثناء الحل. تماما، أثناء قراءة النص أول إيداع هو حيكون أول إيداع، فيما بعد أي إيداع تاني لوديعة التوفير حيكون إيداع إضافي بنسميه، إيداع إضافي بنطبق القاعدة في بداية الشهر التالي. تماماً. تماما، فلذلك نحن هلأ بالتمرين المعروض على الشاشة في عنا كمان حركة حساب جاري وودائع لزمن. طيب التمرين الخامس أستاذ خالد التنويم مش هيتابعوا معنا أثناء العرض، التمرين الخامس للزبون عمان لعام 2008. هلأ هون بداية بدي بلش بالعام، السبب حتلاحظوا بأول عملية بتاريخ 1/2 أودع عمار مبلغ 900,000 طلبة فتح حساب جاري، كما أودع مبلغ 500,000 كحساب توفير. قبل شوي قلت كملاحظة صار في عندنا حركة ودائع بشهر 2 صار بهمني السنة اللي أنا فيها. تماما، فهون أنا بسنة 2008، بسنة 2008 هي سنة كبيسة، شلون عرفنا؟ ناخد رقم السنة من أسمه على أربعة، يستلم معنا الجواب عدد صحيح
وليس عدد عشري أو ليس جواب صحيح، ليس جواب رقم عشري. إذا الجواب الصحيح تكون السنة كبيسة ويعني النشباط 29 يوم. إذا هون إذا جرب الطالب وقسم 2008 اللي هو رقم السنة على 4 حيطلع معه 502. تمام. بينما لو كان بتمرين ثاني عندنا عام 2009 وقسمناه على 4 حيطلع عندنا 502.25. 502.25. إذا هون بحكم على السنة إذا كانت سنة عادية أو سنة كبيسة. فسنة عادية شباطة 28، سنة كبيسة شباطة 29. فإذا هاي خلصنا من هالنقطة الأولى المهمة جدا، موضوع شهر 2. التمرين الماضي ما حكينا عن شهر 2 لأن الوديعة بلشت شهر 3. ما عندنا كان هالمشكلة هي. طيب هلأ هون احنا بدنا نحاول مع الأستاذ ماهر نستخلص حركة الوديعة التوفير بهالنص هذا اللي قدامنا. تمام. فعنا تمام أستاذ خالد، مثل التنويه المعروض على الشاشة طبعا احنا للتقريب الإيضاح لونا فقرة وديعة التوفير، لكن النص سيكون هو بلون واحد. طبعاً بس احنا للتبسيط هنا عندما يحل الطلب الأول ممكن هو يضع إشارات الوديعة التوفير بدأت هنا 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 إلى آخره. طبعاً. لكن هنا في هذا التمرين سنتابع أنه لدينا وديعة التوفير ونها عليها أكثر من حركة، ولدينا حتى وديعة أجل في نص التمرين سنقوم بحله بعد قليل أيضاً. نكرر قراءة التمرين يا نصف الحل، وهي ضرورية جداً لأن الحل عم يكون كبير وفي عدة أقسام، بقى كتير ضروري الطالب يشهد على أي حركة منها. تمام. تفاصيل الحل. تمام. هلا ما بلش مع الأستاذ ماهر، ومنلاحظ مثل ما حكينا المعروض على الشاشة كان بالنص في عنا حركات وداع التوفيق كانت ملونينة باللون الأحمر، فعنا بواحد اثنين إيداع. إذن تلخيص النص أي فيما يتعلق بحركة حساب التوفيق. تمام. بواحد اثنين عنا إيداع، واحد اثنين إيداع مبلغ 500,000. هلا بالنسبة لهذا التاريخ 1/2 حاليا انا ما هعدل عليه لانه القاعده بتقول اي ايداع جديد ايداع لاول مره حيبلش حساب الفائده من اليوم التالي، فاذا 1/2 ما هعدل هذا التاريخ. تماما. هلا فيما بعد عنا بتاريخ 7/5 طبعا حطينا هالمبلغ الايداع. تمام. بتاريخ 7/5 تم سحب مبلغ 100,000. سحب 100,000 من حساب التوفير. تمام. هلا هون انا بفضل انه نحط بجنب هذا التاريخ اللي هو 7/5 نحط التاريخ المعدل صار 1/5 حسب ستة. القاعده 1/6 سحب هون سحب السحب سيبدا 1/5 اي سحب بنرجع لاول شهر السحب، يعني نعتبر عمليه السحب كعمليه حسابيه نعتبر السحب كانه تم ب 1/5 باول الشهر. لو كان ايداع كان الشهر اللي بعده. اذا هي بعمليه السحب تبع 7/5 طبعا وديعة توفير واحده يرجع عليها حركات. انتبه عزيزي الطالب من وديعة التوفير التي فتحت قبل قليل. تماما. طيب هلا ب 17/9 صار عندنا ايداع مبلغ 200,000 طبعا في حساب التوفير نقدا. هلا كمان هون فينا نعدل التاريخ. عفوا استاذ خالد، ايداع يعني اضافه هنا. هلا تمام حكينا انه اول ايداع هلا ليك عم نراقب التسلسل نحن. اول ايداع هو اول ايداع. تماما. اي ايداع بيجي بعد اول ايداع يعني بعد 1/2 اي ايداع بيجي صار يعتبر اضافه. تماما. فهلا ب 17/9 فينا نعدل كمان. الطالب اللي عم يتابعنا بالبيت في عدل 17/9 صار يعدلها لعمليه حسابيه يعتبر ب 1/10. تمام. اذا صار كانه استاذ ماهر خذ ورقه شوي على اليسار لانه طرفها مو مبين. تمام. طيب العملية اللي بعدها ب 15/12 تم إيداع مبلغ 150,000 في حساب التوفير. طبعا العملية تمت عن طريق تحويل المبلغ من الحساب الجاري. تمام. هلا هون الإيداع ب 15/12 إذا طبقنا القاعدة فإيداع ب 15/12 حيعتبر عملية الحسابية لحساب الفائدة حتبلش ب 1/1. وبما أنه مسألتي تنتهي ب 31/12 فأنا فيني أحط قاعدة للطالب أي إيداع بشهر 12 يهمل. تماما. أي إيداع بشهر 12 يهمل بالعملية الحسابية لأنه عمليته الحسابية تتم بالعام القادم. أجرالي بالشهر اللي بعده يعني العام القادم. العام القادم وهو مو مطلوب منه بنفس الصورة. مطلوب بهذا السبب. لأنه الفائدة على هذا المبلغ ستبدأ بالشهر الذي يلي. تمام. حسب الطلب حساب الفوائد في 31/12/2008 يعني بعد 2008 مو مطلوب. هلا بناء على هالتلخيص اللي عملناه صار فينا نقسم فترات زمنية، وبناء على هالفترات الزمنية بدنا نشوف المبلغ أو رصيد المبلغ الموجود بالحساب التوفير. فنحن بداية الفترة الأولى فينا نعتبرها من 1/2 2018 هلا نهاية الفترة 30/4 نهاية الفترة 30/4 منين إجى تاريخ 30/4
إذا لاحظت عزيز الطالب العملية اللي تحت العملية الأولى هي بسبعة خمسة تماماً. يا ريت أستاذ باهي على يسار نحط إنه التعديل تبع على يسار العبارة نحط إنه تعديل اعتبرناها صارت بواحد خمسة تمام. فأصبح الفترة الأولى من واحد اثنين وتنتهي لواحد خمسة. طبعاً واحد خمسة ما بنأخذها بالعملية الحسابية لأنه تعتبر فترة جديدة تمام. فبنأخذ اليوم اللي قبله اللي هو 30/4 تمام. فإذا هاي الفترة الأولى. طبعاً بالفترة الأولى كان رصيد المبلغ قديش؟ المبلغ الأساسي كان 500,000 عفواً كان المبلغ الأساسي 500,000 تماماً. طيب هلأ فترة الثانية طبعاً تبدأ بتاريخ 1/5 ب1/5 نحن اتفقنا بنص السؤال أنه سحبنا مبلغ 100,000 فمبلغي كان بالأساس قديش؟ 500,000 وسحبنا منه 100 فصار مبلغي 400,000 إذن هنا نقول ناقص 100,000 من الوديعة السابقة من الرصيد السابق 500 ناقص 100 فصار المبلغ 400,000 هلا بواحد خمسة نحن هلا ما بنكمل لغاية 17/9 أو للتاريخ المعدل نحن بوديعة التوفير لازم نحكي كقاعدة إنه حساب التوفير تحسب فائدته حصرا بتاريخ 30/6/31/12 يعني هون العميل مو كل شيء بده يروح على المصرف يقول له بدي فائدة. المصرف بعقد وديعة التوفير يحسب الفائدة حصرا بتاريخ 30/6 عن النصف الأول من العام. يعني إذا طلبها بشهر 4 أو 5 ما بيقدر ياخذها لبين ما تصير 30/6 إذا تمام. هلا ممكن ياخذ الفائدة في حال سحب حساب التوفير كله. يعني راح وسكر حساب التوفير. إذا بده يستمر حساب التوفير فحساب فائدة حساب التوفير تحسب ب 30/6 تمام. فإذا ب 30/6 نحن هون نعمل توقف ولو ما له مذكور بنص السؤال. هلا إذا رجعت نص السؤال بتلاقي ما في عملية تمت ب 30/6 بس نحن في عنا توقف إجباري ب 30/6 تاريخ حساب الفائدة عن النصف الأول من العام. هلا استكمالا للفترات فينا ننفع شوي يا أستاذ بس الفترة الثالثة تبدأ بعد 30/6 اللي هي 1/7 ب 1/7 إذا طلعنا لفوق على التواريخ اللي حطيناها بالتلخيص فنحن الفترة اللي صار فيها إيداع هي 17/9 اعتبرنا الإيداع صار ب1/10 اعتبرنا صار ب1/10 فلذلك هلا الفترة تبعنا حتكون من 1/7 لما قبل 1/10 اللي هو 30/9 لما قبل 1/10 اللي هو 30/9 فهي تعتبر فترة جديدة. هلا هون بدنا نحط المبلغ اللي بدنا نحسب عليه فائدة فآخر مبلغ كان 400,000 آخر مبلغ كان 400,000 وهي كتير طلاب أثناء تدريسنا عم يعانوا منه يعني الطالب عم ينسى هاي الفترة عم يروح فورا لواحد عشرة هون في فترة ينسى أنه في سحب مبلغ أو عم يروح فورا على كلمات إيداع وسحب هو هيك عم يتعامل الطالب وقت يحل مسألة وديعة التوفير إنه كلمة إيداع وسحب هي عم يحل على أساسها لا هون في عنا بثلاثين ستة في توقف وقفنا طلع لنا فائدة. هلا الفائدة لم يذكر في نص السؤال أن العميل قد سحبه ولذلك أضيفت لي للحساب التوفير حساب التوفير نفسه نحسب عليها فائدة مرة ثانية تمام. يعني صار عندنا مبلغ حساب التوفير 400,000 الرصيد السابق زائد فائدة النصف الأول زائد فائدة النصف طبعاً صافي الفائدة تمام كلامنا أدق صافي هذا النصف الأول تمام. لو قلنا بنص المسألة سحب العميل الفائدة بشهر 6 كنا ما ضفنا هذا المبلغ وهذا كمان سؤال بيسألونا كتير بالمدارس إنه والفائدة طب إذا سحبناها ففينا نحط قاعدة إذا الطلاب عم يتابعونا إذا الفائدة سحبت ب 30/6 لا تؤثر على عمليات النصف الثاني تمام. لا تؤثر بس هو لما عم يحل الطالب من الكتاب اغلب مسائل كتابنا عم تكون انه الفائده ما عم تنسحب فلذلك شو عم تكون الفائده تبع 30/6 عم تتاثر وعم تضاف على النصف الثاني. طيب اذا فتره الثالثه هي من تاريخ 1/7 ل 30/9 واخر مبلغ كان هو 400 زائد الفائده وبعدين الفتره الرابعه بعد 30/9 هي 1/10 اللي هو الايداع اللي صار بتاريخ 17/9 عدلناه 17/9 عدلناه صار 1/10 اذا من 1/10 هلا برجع باكد على الفكره اللي قلتها قبل شوي في عندنا ايداع ثاني ب 15/12 ايداع 15/12 يهمل بعتبره كانه مو موجود اثناء العمليه الحسابيه لذلك هلا انا حاستمر من 1/10 كفتره زمنيه لغايه 31/12 والمبلغ كان اخر مبلغ 400,000 ونضاف مبلغ 150,000 فصار مبلغي 550,000
او عفوا اسف المبلغ اللي ينضاف ب 17 صح هو 200,000 زائد انا اسف المبلغ اللي ينضاف 17 صح هو 200,000 فاصبح كان مبلغي 400,000 صار 600 عفوا في فوائد لا تنسى استاذ خالد في صافي فوائد تمام لنفترض انه اكس هو اكس زائد 1200 سنقوم بحسابه بعد قليل طيب تماما المبلغ شو حطينا بس استاذ هو زائد 200,000 لانه الاضافه تمام اعتبرت انه تماما طيب هلا هيك نحن عملنا تلخيص وبناء على هالتلخيص بنبلش نعمل عملياتنا الحسابيه طبعا مثل ما حاطط الاستاذ على الشرح النصف الاول خط على اليسار وفي النصف الثاني تماما معلش نحطه كمان هذا الخط لانه بيساعدنا بالحل تمام يعني هلا بالنصف الاول في عندنا عمليتين حسابيتين وبالنصف الثاني كمان في عندنا عمليتين حسابيتين والقيود لن تكتب الا مرتين في 30/6 و30/12 لكن للتمييز اساسا اذا ما في شيء اتصال او شيء بس عزيز الطالب لو بعجاله تماما كما ذكر الاستاذ خالد تلخيص التمرين هنا هو الذي سيساعدنا على الفترات طبعا لاحظ عندما بدات انا بواحد اثنين اول عمليه طبعا ولو طريقه ثانيه معلش مشان ننوه للطلاب اكثر الوديعه الاولى في 1/2 واجهني في البداية أن عملية سحب بالشهر الخامس تماما والسحب سينهي الفترة التي أنا فاتحها بنهاية الذي يسبق من يسبق الخامس هو 30/4 هلا العملية الثانية صارت ب 17/9 17/9 كانت إضافة ستنهي الفترة في نهاية هذا التاسع عملية الإضافة كما ذكر السحب متى حصل السحب حصل في الخامس فترة تمرين الشهر الخامس هنا الإضافة وين صارت بالشهر التاسع ستضاف الشهر الذي يلي بالعاشر والعاشر وين هو هون اذا هي تنويع اكثر من طريقه لكن المبدا مبدا ان الوديعه تنتهي اذا كان فيها ايداع قبل 30/6 يجب ان تنتهي في 30/6 وبعد 30/6 ليست قاعده ان يكون هناك فترتين بفترتين تماما استاذ خالد ممكن يكون هون عندي فتره هون فترتين هون ثلاث فترات هون فتره حسب نص المساله تماما حسب حركه تماما. اخذنا اكثر مثال شامل تمام. وبعد ذلك هذه تعتبر قاعده لاي تمرين وديعة توفير بدون تحديد تماما فترات تماما فترات. يعني على سبيل المثال لو كان تمريني انا فقط 1/2 وليس عليه لا سحب ولا ايداع ولا ايداع انت بقى عزيزي الطالب لو كانت مسالتي كما سنذكر بعد قليل لو كان تمريني بس 1/2/2008 ستنتهي الوديعه الفتره الاولى من 1/2 ل 30/6 ومن 1/7 ل 31/12 فترتين صح فترتين تماما بس مختلفين عن الفترتين تماما يعني الفصل الاول كما ذكر استاذ خالد من العام هنا يوجد فترتين ربما يوجد فترتين يوجد فتره الى اخره تماما شكرا اذا معنا وقت بس كمان هلا الشيء اللي سواه الاستاذ ماهر بال يا ريت نشوف على الشاشه التلخيص اللي سويناه تماما الفترات نرفع الورقه شوي استاذ لاحظ عزيزي الطالب هلا هذا الشكل لازم تتعود عليه تمام دوما على اليمين بده يكون اول شهر واحد. وعلى اليسار بده يكون اخر شهر طبعاً. ما عدا اول ايداع تمام ممكن هذا يكون غير ممكن يكون غير اول ايداع ممكن يكون غير بس نحن لانه كمان بنشوفه يعني هي مشاكل عم نعاني منها صراحه دائما واحد دائما بهالتلخيص هذا على اليمين واحد الشهر وهون على اليسار اخر الشهر طبعا حسب شو هو الشهر 30 حسب الشهر تمام. شهر 30 او 31 يعني هل هذا طبعاً. الشكل بيخليك في عندك اريحيه انك عم تحل صح تمام متاكد انه انك عم تحل صح ما بيصير على اليسار لاقي واحد شهر مثل فوائد الوديعة لأجل تختلف هون لأنه 30 هلا وديعة لأجل تنتهي بنفس العام ممكن تلاقي على يسار بس مو كلها مثل بعضها يعني ايه؟ ما عم نقول انه كل الوديعة لأجل ممكن مرة ب 30 مرة ب 1 مرة ب 2 اما هون كلهم ب 30 تمام هلا هون الشكل هذا الشكل كثير بيريحنا ونحن عم نحل يساعدني بالحل تلقائيا ولاحظ انا ايضا هنا عند انتهيت ب 30/4 تلقائيا بعد 30/4 شو عندي؟ اكيد ثاني يوم 1/5 بعد 30/6 شو عندي؟ 1/7 بعد 30/9 شو عندي؟ واحد على احنا استاذ ماهر نحن اثناء الحل ليش انا بشوي نوهت عليها هلا مثل الفتره الاولى في طلاب شو بيعملوا بحسبوها من 1/2 ل 1/5 بدخل 1/5 بالفتره الاولى لا تمام تمام فبصير الشكل الموجود على الشاشه من 1/2 ل 1/5 هذا غلط دائما النهايه حتكون 30 شهر تمام يعني مشان ما بواحد وبنهايه ما عدا اول ايداع اول ايداع لانه بنحسب اليوم الذي يلي مو من الشهر يلي هذا التلخيص اساسا اجى من مبدا اللي ذكرناه قبل قليل عند اضافه اي مبلغ لا يبدا المصرف باحتساب الفائده الا مع بدايه الشهر الذي يلي تاريخ الايداع واذا عند سحب مبلغ من وديعه التوفير ستنتهي مع بدايه مع نهايه هذا الشهر هذه القاعده حيسحبوا حيعتبروا سحبوا بدايه الشهر كمان تماما يعني حتكون دوما بدايه الشهر هي العلامه الفارقه يا اضافه يا سحب والإضافة تجمع للشهر الذي يلي والسحب يطرح من الشهر نفسه يعني لا يختلف الطالب وهذا المثال ممكن أي تمرين متى ما حفظ الطالب أو فهمه بشكل جيد بصير سهل هلا أستاذ ماهر قلنا في عنا فائدة للنصف الأول أو للفترة الأولى وعنا فائدة للفترة الثانية الآن بعد ما لخصنا الحل هيك لو نحسب الفائدة للفترة الأولى
طبعا الان سابدا بحساب فوائد الفصل الاول، والفصل الاول طبعا احنا كما تابعنا قبل قليل في فترتين. طبعا ولا اكتب القيود، انت العزيز الطالب لا تكتب القيود، لدينا اربع فترات لا تكتب اربع مرات، مهما كانت فترات مسالتي اذا كان تاريخ الايداع قبل 30/6 ستكون مرتين، في 30/6 ثلاث قيود، والقيد الاغفال لا يكتب لانه حساب ختامي حساب ملخص الدخل. لنبدا الان بالفتره الاولى نتابع الحل مع بعض. ممكن تنزل الورقه شوي استاذ ماهر؟ ايه اسمح. الفتره الاولى كانت من 1/2 كما ذكر استاذ خالد هنا شهر شباط 2008 الى 30/4. انا لا اقول ان انسى ما ذكرته قبل قليل على وديعة الاجل، كل ما لا ليس كل ما ذكر على وديعة الاجل يطبق على وديعة التوفير. انا ساقوم الان بطرح بدايه الوديعه لكن بنهايه لن اقوم بجمع. اذا عندي من 1/2 ل 30/4 عندي الشهر الثاني الثالث والرابع. طبعا الثاني كما ذكرنا هنا 29 اخذ منه، في عندي يوم بدي اطرحه، زائد 31 زائد 30. طبعا الان العمليات الايام عندي 89 يوم، واعيد واذكر يجب ان لا اخطئ بعدد الايام لانه سيكون معي جميع المراحل اخطاء. ساقوم الان بحساب الفائده للفتره الاولى وتساوي مبلغ الوديعه كما كان في التلخيص لاحظنا كان مبلغ الوديعه هو الاساسي 500,000 ضرب. لا تنسى هنا المعدل دائما سيقل، سيبقى 9%، 9% ضرب 89 على 365 ويساوي تقريبا 10,973. لاحظ وضع هذا المبلغ بمستطيل سيساعدني بعد قليل. الفترة الثانية طبعا هنا كمان تنويه، ما حاحسب ضريبة لكي لا يتم الضريبة تحسب في نهاية 30/6. الفترة الثانية كانت لدينا من 1/5 ل 30/6. انتبه الآن الخامس ولدي السادس كاملا. الخامس 31 زائد 30، هذا ليس تاريخ إيداع لكي يطرح. انتبه عزيزي الطالب، هذا ليس تاريخ إيداع، هو تاريخ استمرارية ويساوي 61 يوم. الفائدة مبلغ الوديعة طبعا احنا بالتلخيص اللي ذكرناه قبل قليل ان هناك كان سحب، سحب هو 500,000. طبعا قبل ان اكتب الفائده المبلغ الوديعة الجديد اصبح 500,000، كان لدي عمليه سحب 100,000 التي حصلت بتاريخ 7/5. اذا هي سحب 7/5 يساوي 400,000. طبعا هذه كما اعيد واكرر هذا مبلغ الوديعه بعد السحب، طبعا اعيد واكرر هذه تكتب على المبيض لان هذه هو طلب الثاني العمليات الحسابيه. الفائده على الفتره الثانيه تمام هي مطلوبه العمليات الحسابيه من هذا التنبيه استاذ ماهر لانه 400 مكتوب على المسوده بتروح علامته تماما بعدها. مبلغ الوديعه الجديد 400,000 9% ضرب المده التي حصلنا عليها 61 يوم على 365 ويساوي مبلغ الفائدة الثاني ويساوي 6,016. الآن أنا في نهاية 30/6 سأحصل ضريبة على الفائدتين، ضريبة تساوي مبلغ الفائدتين 10,970 73 زائد 6,016. طبعا معدل الضريبة اللي كما ذكرنا دائما 1.5%. مجموع الضريبتين هو 16,989. وانتبه لهذا المبلغ لأنه سنحتاجه بعد قليل، ضرب 1.5% فضريبة القيمة المنقولة 255 تساوي 255 وهي التي ستكتب لها. الآن ممكن أن نكتب الآن إذا حسبنا فائدة الفترة الأولى فائدة الفترة الثانية وحسبنا ضريبة على الفائدتين للفترتين في النصف الأول من العام. الآن سأكتب القيود للفترة الأولى. كمان هون فينا نطلع صافي الفائدة، يعني كمان خلينا نركز على قصة القيد، كمان الطالب ما يحط القيد للمربع الأول والمربع الثاني، القيد لمجموع الفائدتين اللي هو تماما 16,989 صافي الفوائد للفترة الفصل الأول تمام صافي الفائدة بنحتاجه للمربع الثاني القيود كمان تماما 16,989 مطروحة منه 255 16,734. إذا سأحتاج الآن في كتاب القيودي مبلغ الفائدة الكامل إجمالي والصافي والضريبة تمام تمام.
الآن نحن الآن في 30/6 سأقوم بإثبات قيود الفصل الأول وليس فترة. يجب الانتباه هنا، هنا فترات الفصل الأول. سأثبت الآن القيود الثلاث. طبعا لماذا؟ القيد الرابع اللي هو الإقفال حساب ختامي، سيقفل الفائدة جميع العام في مرة واحدة. إذا من حساب فوائد حسابات ودائع توفير، طبعا لا ضرر أن أكتب سنة لأنه هي دائما سنة، ما في غير سنة عندنا نحن، إلى حساب فوائد حسابات ودائع توفير سنة مستحقة وغير مدفوعة. هم عندنا مستحقة وغير واجبة السداد، ما فينا نحط السنة، ما في داعي. ممكن تمام، أنا ذكرت أنا ممكن نفتح حساب توفي بعد 4 أشهر سكو تماما، فنحن ما فينا تماما، ما في داعي إلى تماما. إلا اسم الودية توفي لا إلى ما لا اسم تماما. مبلغ مبلغ الفائدة الفصل الأول كاملا كانت 16,989 هي إثبات الفوائد. سأقوم الآن معلش نكتب الفوائد أستاذ ماهر، إثبات الفوائد. القيد الثاني من حساب فوائد حسابات ودائع توفير مستحقة وغير مدفوعة إلى المذكورين، كما ذكر قبل قليل أنه إذا لم يذكر فهي أضيفت إلى وديعة التوفير. وحساب إذا لم يذكر في النص أنه سحب العميل الفوائد ودائع التوفير، إذا هي إجباري تنضاف ل مراحل أو الفترات المقابلة. تماما، إضافة الفوائد بعد الضريبة. المبلغ الكامل هو 16,989 وعندنا الضريبة 255، وطبعا بالعملية الحسابية طلع معنا 16,734. سأكتفي بضريبة القيم المنقولة من حساب ضريبة القيم المنقولة إلى حساب الصندوق 255 سداد الضريبة. طبعا هذه القيود، طبعا قيد إقفال بملخص الدخل أعيد وأكرر، ستقفل الفوائد الفصل الأول مع فوائد الفصل الثاني مرة واحدة في نهاية العام. شكرا أستاذ ماهر. أستاذ خالد، الآن حسبنا الأستاذ ماهر حسبنا سوا فوائد الفترة الأولى أو القسم الأول نصف من الأول. نصف الأول. تمام. الآن كيف يتم حساب فوائد القسم الثاني من العام؟ هلا نحن في ملاحظة أنها قبل شوي بموضوع أنه الفائدة لم تسحب وبالتالي حتأثر على عمليات النصف الثاني. هلأ قبل ما بلش أحسب للنصف الثاني في عندي ملاحظات لازم كمان نحكيها لأنه كتير بتهم الطلاب. فائدة التوفير دوما مستحقة غير مدفوعة، ما في شيء اسمه مستحق غير واجب السداد. التوفير دوما مستحق غير مدفوعة. الضريبة مثل ما حكى بشو الأستاذ ماهر، الضريبة بنجمع الفوائد لنصف وبعدين مجموع الفوائد يحسب عليه الضريبة. الملاحظة الثالثة واللي كتير مهمة، المدة للأشهر كلها كاملة ما عدا أول شهر. تمام. يعني أي كل شيء أشهر رح تمر معي حتكون كاملة، هو شرحها قبل شوي. تمام. يعني أي شهر حكينا حكى الأستاذ ماهر أنه مو هذا، هون عملنا إيداع لأول مرة، هذا إيداع استمراري، حساب مفتوح وعم نستمر فيه. فلذلك الأشهر كلها حتكون كاملة. لذلك هلأ حنبلش بالنصف الثاني بتاريخ 1/7 وحسب التلخيص اللي عملناه قبل شوي. فآخر مبلغ كان للوديعة، كان المبلغ الأساسي هو قديش؟ 500,000 وسحبنا منه 400,000. وبالتالي المبلغ الأساسي 400. هلأ بدنا ننتبه على موضوع صافي الفائدة اللي كتبناه لقيد قبل شوي واللي هي كانت 16,734. إذا مبلغ الوديعة التي سيكون في الفترة الثالثة، إذا مبلغ الوديعة اللي حبلش فيه بواحد سبعة أو اللي حاستمر فيه بواحد سبعة، 400,000 زائد 16,734. فينا نقول الوديعة السابقة زائد صافي الفوائد، يعني الرصيد السابق. تمام. ويساوي ويساوي 416,734. هذه هي وديعتي الجديدة أو مبلغ وديعتي. هذا المبلغ، هذا المبلغ بدنا نحسب عليه فائدة من 1/7 ل 30/9. طبعا المدة الزمنية قبل شوي لخصنا من إجت المدة الزمنية. تماما. فالأشهر اللي رح نمر فيها 7 8 9، رح نرجع نأكد على الفكرة، 7 بناخده كامل. تماما. 7 بناخده كامل. تمام. 31/8 كامل، 9 كامل. إذا دائما بوديعة التوفير بس أول شهر، أول إيداع الشهر الأول بنعدل بتاريخه أو بمدته، باقي الأشهر كلها كاملة. طبعا هون بعد جمع المدد بيطلع معنا 92 يوم، وبنحسب الفائدة
الفائدة تساوي المبلغ اللي هو 416,734 ضرب 9% ضرب 92 على 365. لاحظ عزيزي الطالب كمان انه بهذه المسألة السنة كبيسة، بس لاحظ ان المقامات دوما عم يحطها 365 ما عم نحط 366، هي كمان العمليات الحسابية تأكيد لملاحظة انها قبل شوي فطلع معنا المبلغ هون 9454. هون ما بنحسب الضريبة، بنحط هذا المبلغ نجمعه بنحطه على جنب وبنحسب فائدة الفترة الرابعة. الفترة الرابعة بالمسألة تبعنا تبدأ من تاريخ 1/10 ولغاية 31/12. من العاشر والإحداش والإثناش. هلا آخر مبلغ عفوا نحسب المدة أول شيء، تمام المدة مثل ما اتفقنا قبل شوي، الأشهر كاملة حسب خصوصية كل شهر 31 30 31 عندنا 92 يوم. طيب آخر مبلغ كان هو 416,734 ونضيف له 200,000. 416,734 زائد 200,000 بإضافة 17.9 تمام. فصار المبلغ اللي بنحسب عليه فائدة قيمته 616,734 تمام، وتكون الفائدة تساوي 616,734 ضرب 9% ضرب 92 على 365 13,991. هلا بعد ما حسبنا فائدة الفترة الثالثة والفترة الرابعة اللي هن بخصوا عمليات النصف الثاني من العام، نجمع الفائدتين ونحسب عليهما الضريبة فتكون نحسب الفائدة أول شيء مساوي 9,454 زائد 13,991 جمعا 23,445. إذن هاي بدنا نحسب عليها الضريبة فتكون ضريبة القيم المنقولة تساوي 23,445 نرفع الورقة شوي أستاذ ماهر ضرب 1.5%. لاحظ عزيزي الطالب هون معدل الضريبة 1.5%، بوديعة الأجا كان 7.5%. طبعا النسب تختلف النسب من وديعة لوديعة، هنيك كان في رسم إدارة محلية هون ما في رسم إدارة محلية، وكان في نسب مختلفة حسب المدة هون 9% كلها لأنه ما في تمام فائدة الودية التوفير. طبعا هون 352 الضريبة. هلا فينا نحسب صافي الفائدة كمان عشان كتابة القيد. صافي الفائدة يكون نطرح منه الضريبة 23,445 ناقص 352 الصافي 23,093 تمام. هلا القيود حتكون القيود نسخ عن القيود السابقه، يعني ما حيتغير شيء من شكل القيد، من فائده لفائده مستحقه، من فائده مستحقه لمسكوين، من ضريبه الى صندوق، اذا حينعادوا نفس القيود السابقه طيب. بدون ما نقول لكان ما دام نفسه مشان الوقت مشان نلحق في بيان وديعة لأجل بالتمرين نفسه استاذ ماهر. طيب بس احنا هون في عنا القيد الرابع لانه مهم نذكر بس طيب خلينا نكتبه نذكره لانه احنا عنا هون وديعة الأجل حللها ما في مشكلة بنتابع الحل معلش معناتها بنكتب القيود اللي طالعة معنا لو انه حلينا وديعة الأجل ما في تمام تفضل استاذ خالد. فالقيود حتكون من فوائد حسابات ودائع توفير إلى فوائد حسابات ودائع توفير مستحقة غير مدفوعة. طبعا هون القيود عم تنكتب ب 31/12، القيود اللي قبل شوي انكتبت ب 30/6 تمام نهاية الفترة الثانية أو نصف الثاني تمام. إثبات الفائدة 23,445. إذا هون حطينا الرقم اللي حسبنا عليه الضريبة قبل شوي 23,445 قيد الإثبات، بعدين من فوائد حسابات ودائع توفير مستحقة غير مدفوعة الى المسكوين. كمان هون موضوع الفائده ما ذكر شيء، فلذلك الفائده تضاف تلقائيا لوديعه التوفير، فحنحط حساب وديعه التوفير وحنحط ضريبه القيم المنقوله اللي بعدكم ونحط ارقامنا اللي هن 23,445 الصافي 23,093
والضريبة 352. قيد سداد الضريبة، طبعا هذا القيد شرحه، القيد السابق إضافة. شرحه سداد الفائدة، القيد إضافة الفائدة هو أيضا. هلا كلمة سداد هي كلمة محاسبية تشمل كل المعاني. طيب من حساب القيد الثالث ضريبة القيم المنقولة إلى حساب الصندوق سداد الضريبة 352. هلا هون اللي عندنا القيد اللي حكى عليه قبل شوي الأستاذ ماهر، قيد الإقفال، فنقوم بإقفال فائدة النصف الأول والنصف الثاني الإجمالي مع بعض مو الصافي. تمام، الإقفال للفائدة الإجمالية، فمن استثمار عام ملخص دخل إلى حساب فوائد ودائع توفير المبلغ 40,434. فينا نحط بالشرح استاذ ماهر، نكتب اقفال ونحط الرقمين اللي اقفلناهم اللي هن 16,989 الفائدة الاجمالية تبع النصف الاول و 23,445. ممكن نكتب اقفال فوائد لكي ينتبه الطالب من اين اتى هذا. نحن هون عملنا شرح وبنفس الوقت شرحنا الرقم من اجى. تماما، فهيك صار عندنا اربع قيود بتاريخ 1/3/12. هلا في بالتمرين في 20/7 طلب تحويل مبلغ 300,000 من حساب الجرد المصرف الى وديعه لاجل لمده 6 اشهر. ما في وقت كثير نحلها لانه الوقت شوي ضيق، بس ودائع لاجل حليناها بتمارين سابقه. حليناها بتمارين سابقه ممكن يعني، بس ممكن نقول نظري بسرعه مباشره نظري وبتابعني الطالب معك بس المخطط تبعك بس كعمليه حسابيه. تماما، الوديعه اودعت ب 20/7/2008 والوديعة كانت 6 أشهر. تماما، لو متابع مع بعض هناك وديعة أجل في نص التمرين الخامس 6 أشهر، بس بنحسب الأشهر. تماما، كما ذكرنا 7 و6 13، إذن هذه الوديعة ستنتهي ب 20/1/2009. لاحظ عزيزي الطالب، ستنتهي ب 20/1. لا فينا استاذ ماهر، نحن ما بنقول 20/1 ولا 20/2، ما بنقلبكم فيها، بمجرد ما لقينا الرقم 13 من فوق فهو بنحط له 1/3/12. ما بيهمنا اللي بعد 30 شو امتى حتنتهي. تمام، اذا ساحسب هذه الايام بيطلع معي الايام هون بهذا النص 164 يوم، وتحسب الفائده حسب القانون اللي اخذناه قبل مبلغ الوديعه اللي كان معي بهذا النص 300,000 ضرب معدل 6 اشهر 8% ضرب 160 64 365 ويساوي الفائدة هنا 10,780 84. ويكتب لها قيدين من حساب فوائد ودائع لأجل 6 اشهر إلى حساب فوائد ودائع لأجل مستحقة وغير واجبة السداد بمبلغ 10,784، وسيتم إقفال هذا المبلغ من حساب الاستثمار عام ملخص الدخل إلى حساب فوائد حسابات ودائع أجل 6 اشهر 10,784، لأن هذه الوديعة كانت غير منتهية. شكرا لك أستاذ ماهر. أستاذ خالد، بنهاية الندوة شو حابب تعطي طلابنا بعجالة؟ فينا نعطي على عجالة خلاصة كل شيء قيود مرقت معنا بسرعة بسرعة. فعندنا الحالات كلها اللي مرقت معنا هي على الشكل التالي: وديعة لأجل تنتهي بنفس العام، في عندنا أربع قيود: إثبات، سداد وإقفال. وديعة لأجل تنتهي تبدأ هذا العام تنتهي العام القادم، قيدين: إثبات وسداد. وديعة التوفير حسب حالتها، الحالة اللي استعرضناها قبل شوي بدأت بالنصف الأول، فلذلك طلع لها 7 قيود: 3 بالنصف الأول ب 30/6 و4 بتاريخ 31/12. تمام، ونحن بدنا ننتبه بس على موضوع النص ومراقبة سلوك الودائع، قراءة النص بشكل تمام. هذا كثير كنا عم نأكد عليه، بصير الحل كثير سهل وبيضمن علاماته. تمام إن شاء الله. تمام، شاء شكرا الله. أستاذ خالد. أستاذ ماهر بسرعة كمان. طبعا بكلمتين، أرجو قراءة النص بتمعن، وأرجو متابعة وديعة الأجل إلى نهاية النص، وتتبع حركة وديعة التوفير، والانتباه للعمليات الحسابية لكي لا تأخذ أو لكي لا تفلت من إيدها للطالب أي علامة أو خربت بأي علامة. تماماً، لأنه نلاحظ عدد الأيام الشهر 30 و 31 ممكن أن تحسب المدة غلط، وبالتالي الفائدة والضريبة وبالتالي القيود. شكرا. بنهاية ندوتنا نشكر الأستاذ خالد عرق سوسي، أهلا الأستاذ خالد والأستاذ ماهر النن. أعزائي المشاهدين أبناء الطلاب، نتمنى أن نكون قد حققنا الفائدة والمنفعة من هذه الندوة، مع الأمل في لقاء بندوات أخرى إن شاء الله، مع العلم أن هذه الندوة ستعاد في الساعة 12:00 ليلا. ونشكر كل من ساهم بإنجاز هذه الندوة، وإلى اللقاء في ندوات قادمة إن شاء الله.